معي عبر الهاتف من القاهرة دكتور إبراهيم مطر، الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإفريقية البيئية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا الهيدروجين ممكن أن يصبح وقود المستقبل دكتور إبراهيم، يعني كيف تتابعون هذا الموضوع بيئيا؟ ما الذي يجعله ممكنا؟ وأين إلى أي درجة في، يعني ما في حظوظ أيضا لهذا الموضوع؟ ما الأسباب؟ الهيدروجين سيكون طاقة المستقبل، بل طاقة الأيام القادمة. أول قطار سيعمل الأيام القادمة بالهيدروجين، نظرا لأن الوقود أصبح في نفاذ تام الأيام الماضية، والطاقة المتجددة ذهبت إلى أدراجها وأصبحت في نفاذ. أما الطاقة الهيدروجينية دعنا نتحدث إليها، فهي مصنوعة من مادة الليثيوم، وبالنسبة للقطارات ستكون لديها خزانات ضخمة متواجدة على أسطحها، وقادر هذه المادة أن تقطع 800 كيلو متر دون التوقف. أيضا هي هادئة جدا، المواتير والمعدات الخاصة بها لا تصدر أي دقيق. أيضا إنها صديقة جيدة للبيئة، بالإضافة إن هي سرعة القطار الخاصة بها تصل إلى 140 كيلو متر في الساعة وتنقل 300 راكب، بالإضافة إن لا يوجد أي شيء سيضر البيئة. أيضا إن الاتفاقية الخاصة بهذه القطارات تبلغ 232 مليون دولار، وستوفر لأي دولة ستقام في هذه المشروعات 4 أضعاف ما كان يدفع في الوقود العادي. فهناك توفيرا للأشياء يعني بيئيا حتى اقتصاديا على كل الصعد. نعم، سيعود النفع. طيب انطلاقا من هذا دكتور إبراهيم، وطبعا هذا الهدف المرجو دائما، يعني تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون عن طريق استبدال البنزين والديزل بالهيدروجين، ما الذي يقف عائقا أمام هذا الموضوع، أو على الأقل إلى متى؟ هل نتحدث عن إرادة حقيقية أم في عقبات أخرى؟ العقبات ليست موجودة، ولكن أي شيء جديد يظهر بالعالم لابد أن ترى كافة الشركات تجارب له على المستوى العملي. فإذا بدأت ألمانيا بهذا المشروع، إذا ثبت نجاحه على الجانب العملي، ستبدأ كافة الشركات العالمية باقتناء هذه وسيلة المواصلات الآمنة، سواء ماديا في الجانب الاقتصادي، وسواء أن تكون صديقة للبيئة. وستبدأ الدول العربية فيما بعد، وأعتقد أن الإمارات ستكون أول دولة تقتني هذه التقنية، تمام، نظرا لما تحويه من تقدم وعلم، وتواكب العصر العلمي. فهذه القطارات ستكون المستقبل. وأذكرك أيضا أن الإمارات منذ فترة وجيزة قد احتفلت بآخر بترول برميل من البترول، وهو ما يعزي موقفي أن أقول أن هذه الطاقة ستكون الطاقة خلال الأيام المقبلة في الدول الأوروبية، ومن ثم ستكون لدينا في الدول العربية، وأعتقد الإمارات ستكون أول دولة خلال سنة أو سنتين من الآن. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة دكتور إبراهيم مطر، الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإفريقية البيئية.